السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه كده يا اولاد، صلوا على النبي كتير كتير عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه مسكرين، اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. بس يا اولاد كده احنا النهارده عصرين هنا يا اولاد ميه ليمونه على الميه زي ما انتم شايفين كده يا اولاد. انا حشت الغطايا بتاعت السقاية من فوق عشان يشربوا براحتهم. الدنيا حر يا ولاد، كل ما تنقص اروح كبلهم من الازاز. فانا عاملة يعني حبة كده بالليمون، كل ما يخلص يا ولاد احط لهم عشان يشربوا براحتهم بسرعة. بتاع يعني الاخرام بتاعتها بتنزل لهم حاجة بسيطة. فالدنيا حر يا ولاد جامد طبعا. وبص يا اولاد العلف زي ما انتم شايفين هون، حط لهم عليه بتاع ده نشا وبتاع ده وحبه كركم صغيره زي ما انتم شايفين كده يا اولاد عشان الدنيا حراره. فانا يا اولاد ايه، ما بنكترش يا اولاد في الاحشاب او في الخلطات يا ولاد عشان الدنيا حر موت، عشان ما يعملهمش اسهال. فاحنا يا ولاد حبه العلف على حبه النشا عشان الاسهال يا ولاد. بالاكيد النشا لازم ما تمنعوش خالص، كل يوم تحط نص معلقه من النشا ضروري ضروري يا حبايب. والكركم ده مش هيعمل اي حاجه ليهم، ده وقايه جميله جدا عشان الاسهال. النشا والكركم والليمون يا ولاد عشان الاحتباس الحراري زي ما انتم شايفين كده يا ولاد. هما مركزين يا ولاد على الميه قوي من الحر، شايفين حر موت. والنظافه يا ولاد، اوعوا النظافه عشان ما يسبب لناش مشاكل يا ولاد. النظافه ثم النظافه، النظافه اهم من الاكل والشرب عشان الحر يا ولاد. وعينيهم ما تعملش من الحرارة ومن الحاجة من تحتهم، ما تطلعش عليهم ريحة مش كويسة كده يا ولاد. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم يا رب. حطوا لي كده لايكات كتير واشتركوا في القناة حبايب قلبي. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.